صباحك مسك برعاية منظفات الوزير. منظفات الوزير خيارك المفضل. أهلا وسهلا بكم مجددا في صباحك مسك وفقرتنا الأولى. كما ذكرنا، متى يتحول القلق من شعور طبيعي إلى اضطراب؟ ومعنا الدكتور إسماعيل عبد الكريم، الطبيب والمعالج النفسي. يسعد صباحك دكتور إسماعيل. دكتور، هل تسمعوني؟ نعم أسمعك. حياكم الله دكتور، شرفتنا ونورتنا في صباحك مسك. حياك الرحمن، حيا الله جميع الإخوة المستمعين والمستمعات. حياكم الله دكتور. بدون شك القلق قد يشعر البعض أنه هو فقط مزعج، لكن بالتأكيد كل المشاعر التي نشعر بها دائما لها جانب إيجابي، وحتى هذا القلق، الخوف، الحزن، كل هذه المشاعر دائما لها وظائف طبيعية، وهي في الأصل موجودة فينا لأداء مهام معينة. دكتور، القلق كشعور طبيعي ما أهميته في حياتنا؟ نعم، حقيقة القلق كشعور طبيعي ممكن يكون مفيد وضروري أحيانا في مواقف عديدة. على سبيل المثال، الطالب اللي عنده امتحان مهم بالنسبة له، شعوره بالقلق تجاه هذا الامتحان ممكن يخليه يهتم بوقته أكثر، يتابع، يركز بدراسته أكثر، يقلل حتى عدد ساعات نومه أكثر، لأنه هو عنده نوع من أنواع القلق حول تجاوز هذا الامتحان، القلق حول إنجاز مهمة معينة. حتى القلق على الصحة بحدوده الطبيعية ممكن يساعد المريض على أنه هو يلتزم بتعليمات الطبيب، يلتزم بالحمية، يلتزم بالإجراءات الطبية المختلفة. فإذا القلق له دور وظيفة بمساعدتنا على أنه نحن ننجز مهامنا، خاصة المهام اللي بنعتقد أنه ممكن تكون مهمة وضرورية إلنا. حتى قلق الأم على أولادها إذا كان بحدود الطبيعية رح يساعدها بأنها تتعلم أكثر عن تربية أبنائها، تتعلم أكثر كيف تواجه المشكلات التربوية معهم، وتتعلم أكثر حتى كيف تتعامل معهم. فهذا أمر ممكن يكون مفيد ومساعد طبعا لما بيكون القلق بحد معين. جميل جميل دكتور. إذن القلق في حدوده الطبيعية يساهم في أن نلتزم ربما أو نهتم في جوانب كثيرة من حياتنا، مثل ما تفضلت. يعني قلقي الآن أنا مثلا، وجود قلق أمام ظهوري فرضا أمام المتابعين بخليني أني أقوم بإعداد الحلقة بشكل أفضل، لكن هذه الحدود الطبيعية متى نعتقد أن هذا القلق تجاوز الحد الطبيعي؟ يعني متى نقول أن هذا الطالب الذي لديه امتحان كما تفضلت أصبح قلقه مبالغ فيه، لم يستطع ربما أن ينام طيلة الليل وهو يفكر في هذا الامتحان؟ متى يتجاوز القلق الحد الطبيعي وبدل أن يؤدي الوظيفة التي وجد لأجلها بالعكس يساهم في توتر وقلق يحجبنا عن هذه الوظيفة؟ نعم، أنت ذكرت أحد المحددات اللي بنقول من خلالها أنه القلق تجاوز الحدود الطبيعية. بمعنى لما بصير القلق هو الشعور المسيطر، لما بصير التوقع الكارثي للشيء اللي نحن عم مقدمين عليه هو المسيطر علينا، فنحن دخلنا في دوامة القلق. ما عاد القلق هو شعور دافع ومحفز للإنجاز، إنما صار القلق هو الشعور المسيطر اللي طغى. بمعنى زيادة الشعور بالقلق، الإحساس وأنه القلق مسيطر علي. غير هيك على المستوى الفكري، اني انا افكر انه انا هذا الشيء ما راح يزبط، هذا الشيء راح يكون نهايته كارثيه، هذا الشيء راح يكون نهايته بهذا الشكل الصعب، هذا ايضا دليل على انه القلق هو مسيطر علي. اضطراب القلق زياده القلق وتاثيره على تركيزي، تأثيره على نومي، تأثيره على بدني حتى بأعراض بدنية متعددة، يدل على أنه هذا القلق تجاوز الحد من قلق طبيعي ومتوقع ومناسب للموقف ومحفز على الإنجاز إلى قلق زائد ومبالغ فيه. وطبعا هذا القلق ممكن يكون بمواقف متعددة، ممكن يكون عام يعني ما في شيء محدد مرتبط فيه، وممكن يكون قلق مرتبط مواقف متعددة مثل مواقف اجتماعية أو مواقف محددة أكثر مثل الرهابات النوعية. يعني دكتور، معناتها باللغة العامية ممكن نقول أنه حالة من يتوقع دائما أنه المصيبة قادمة، أنه هو حيفشل بالامتحان، أنه أنا اليوم أكيد ما حأعرف أطلع جيد في مقابلة العمل، أكيد تعبت شوي، أكيد في كارثة مرضية. إذا حالة التشاؤم وتوقع السوداوية، يعني هي فينا بلغتنا الدارجة هي نوع من القلق اللي تجاوز حده الطبيعي
حسب ما فهمت. نعم نعم نعم، التوقعات السوداوية أو الكارثية حتى ممكن توصيفها، بأنه أنا شيء مثلا ممكن سيدي ابنه عنده رحلة مدرسية، وهي الرحلة المدرسية رحلة مثله ومثل غيره من الطلاب، رايح رحلة مع المدرسة. التوقع الكارثي أو السوداوي أو التشاؤمي تجاه هذه الرحلة أنه ابني رح ينصاب، ابني رح ما رح ينتبهوله، رح يضيع عن الرحلة، رح يقع يجبه تنكسر. فهاي التوقعات السوداوية التشاؤمية هاي أحد الدلائل على أنه هذه الأم تعاني من قلق تجاه ابنها. طبعا في مواضيع متعددة ممكن أن يعاني اللي عنده قلق من قلق تجاهها، نحن عم نضرب أمثلة. نعم دكتور، متى نقول إذا يعني هلأ صار عنا قلق في حدوده الطبيعية له وظيفة، عنا قلق زائد عن الحد الطبيعي، وأتوقع في حالة ممكن نقول أنه صار عندنا اضطراب أو حالة مرضية أو هناك ما يسمى بالقلق المعمم، متى نقول أنه صار في حالة مرضية وقلق معمم؟ يعني ما هي الأعراض التي نقول من خلالها أن هناك هذا الاضطراب؟ نعم، اضطراب القلق المعمم هو عمليا احد اضطرابات القلق اللي نحكى عنه بكل التصنيفات النفسيه من زمن طويل. الشيء الاساسي اللي بنشوفه باضطراب القلق المعمم هو الحاله من التوجس، توقع السيء، احيانا بيكون واضح حول شو هو متوجس، يعني حول مستقبله، حول مهنته، حول الامور الماليه، ممكن يكون توجس حول صحته او حول اولاده، يعني في توجس، في توقعات كارثيه، هذا على المستوى الفكري. في ضعف بالتركيز، في سرعه بالانفعال واستثاره مزاجيه، في شد في العضلات، تشنجات عضليه، في اضطرابات في النوم، صعوبات في النوم، ارق وصعوبات واضحه في النوم. احيانا بيكون عندنا حتى اعراض بدنيه ثانيه مرافقه مثل ضيق النفس، مثل وجفان، مثل خفقان القلب. فلما بتكون هاي الاعراض موجوده لمده زمنيه 6 أشهر فما فوق، مؤثره على حياه الشخص، مؤثرة على إنجاز الشخص، ما عاد اشتغل مثل قبل، ما عاد ركز في العمل، السيدة ما عاد أدت واجباتها في البيت في المنزل، الرجل حتى علاقاته الاجتماعية تأثرت. فوجود هذه الأعراض لمدة زمنية 6 أشهر فما فوق مع تأثير واضح على الحياة وعلى الإنجاز الشخصي يدل على أن الشخص يعاني من اضطراب القلق المعمم وبحاجة لاستشارة اختصاصي. دكتور، لماذا يحدث هذا القلق المعمم؟ يعني هل الموضوع مرتبط بأنه نعم. حالات قلق بسيطة وصلت لكذا، أم أن هناك كثير من الأسباب التي قد تقف خلف هذا الأمر؟ عموما نحن في مجال الصحة النفسية بنقول أنه في عنا ليس سبب واحد للاضطراب النفسي، في شيء بينحكى عن العوامل المؤهبة للاضطراب النفسي، وهون بينحكى عن ثلاثية أساسية موجودة اللي هي العامل الوراثي والجيني البدني اللي هو الفيزيولوجيا المرتبط بالنواقل العصبية والجهاز العصبي، والعامل الجيني المرتبط بالوراثي. النقطة الثانية، العامل الثاني المؤهب هو العامل النفسي، بمعنى طبيعة شخصية هذا المريض أو المريضة، طبيعة الحياة، الظروف الشخصية اللي مروا فيها، الصدمات الحياتية اللي عاشوها، النمط التربوي اللي عاشوا، والعوامل الاجتماعية المتعلقة بالشبكة الاجتماعية اللي عايشين فيها، نمط الأسرة، نمط العلاقات داخل الأسرة، حتى نمط مثل ما حكينا نمط التربية والعلاقات في الطفولة. احيانا الجانب الديني، احيانا بعض المفاهيم الدينيه اللي احيانا او الافكار غير المغلوطه عن الدين ممكن تؤدي الى ايضا تاهب لانه الانسان يصير عنده قلق اكثر او ممكن يصاب بالاكتئاب. دكتور، يعني اذا كثير من الاسباب حسب ما ذكرت ممكن تكون لها علاقه بالطفوله او علاقه بالقديم، وجزء من العلاقه بجسم الانسان وفيزيولوجيه الانسان. أنا كشخص مثلا، ما هي أكثر العوامل التي يمكن أن أتحكم بها من هذه العوامل؟ العوامل التي إلى حد ما يعني لا تعود إلى طفولتي التي مضت وانتهت، ولا تعود إلى فيزيولوجية معينة أو ربما عوامل وراثية، ما هي العوامل المرتبطة أكثر التي تقع أكثر تحت قدرتي على السيطرة؟ نعم، يعني إذا أنا فهمت من سؤالك أنه أنا كيف فيني يعني أتعامل أو أحمي نفسي أو أقي نفسي من أن أكون فريسي للقلق، فأنا فيني أقول أنه في مجموعة من الأمور اللي ممكن أنه تساعدني على التمتع بصحة نفسية جيدة ووقاية من القلق، حتى إذا صار عندي بعض القلق أنه كيف أني أتعامل معه.
وهون بنجي على عوامل متعددة أو على أنشطة متعددة وأمور متعددة ممكن أن تساعد. من هذه الأمور هي أمور فيني أنا أعملها سلوكات أنشطة، على سبيل المثال النشاط البدني مثل الرياضة، المشي كأبسط رياضة، القيام التواصلات الاجتماعي، التواصل الاجتماعي مع الأشخاص الداعمين، الأشخاص المرتاح زيارتهم بالكلام معهم بالاتصال الهاتفي فيهم. النقطة الثالثة القيام بالأنشطة الممتعة، أنشطة الهوايات اللي أنا بحبها، حتى الأنشطة اليومية اللي أنا عم أعملها متابعتها، هذا أمر كمان ممكن يساعد في التعامل مع القلق. اقرأ أكتر وأعرف شلون فيني أتعامل مع هذا القلق. ممكن بعض تمارين الاسترخاء تكون مفيدة، ممكن حتى بعض الأنشطة الدينية إذا كنت أنا برتاح فيها، الدعاء، ذكر الله سبحانه وتعالى، أو قراءة القرآن أو غيره، ممكن كمان يكون مساعد حسب الشخص وكيف هو بيشوف هاي الأنشطة. بالإضافة إلى ذلك أني أنا أعرف كيف أتعامل مع هاي اللحظات اللي بكون فيها الآن، كيف أنا ممكن أحياناً أني أنا أدرب نفسي على أني ما أغرق بدوامة القلق، إنما أحاول أتعامل معه بشكل أكثر هدوءاً. ممكن أنا في شغلات ممكن أجربها مثل أني أنا أجل القلق أو أعطي لوقت وقت بسيط فكر فيه بشكل قلق خلينا نقول، وبعدين كمل بقية نشاطات اليومية بشكل هادئ ومتوازن مثل العادي. دكتور ذكرت جميل جدا، يعني هذه النقاط كثير مهمة، وكل نقطة يعني تحتاج الإنسان أن يضع لها برنامج حتى يحافظ عليها، وأن يعني يبتكر الأساليب التي يملأ بها وقته. دكتور ذكرت أنت أن جزء من أسباب القلق ربما تعود إلى أسلوب معين بالطفولة، مواقف مرت معنا في حياتنا. هذه الأمور إلى أي مدى هذه النقاط يجب على من يشعر بالقلق أن يواجهها؟ يعني هل تكفي هذه النشاطات؟ يعني هنا ربما يأتي في النقل ربما جزء من علاج القلق، هل تكفي هذه النشاطات وتغيير الحياة اليومية الحالية في تجاوز القلق، أم أننا لابد أن نعود إلى جذور المشكلة التي قد تقع وتقبع في مرحلة الطفولة؟ نعم، حقيقة التعامل مع مشكلة القلق هو، خلينا نقول إذا الإنسان عنده أعراض قلق عم يتضايق منها، فهو ممكن يجرب خلينا نسميه القواعد الأساسية اللي حكينا عنها. فهو لما بيجرب هذا الشيء وقدر يتعامل مع القلق ويخف قلقه وكمل أنشطته الحياتية اليومية بشكل روتيني وطبيعي، فالأمور تمام. الآن لما ما قدر يتعامل مع هذا الشيء، كان القلق أكبر من أنه يتعامل معه بهذه الاستراتيجيات خلينا نقول، فهون هو يحتاج إلى استشارة اختصاصي. هذا الاختصاصي ممكن يكون طبيب نفسي، ممكن يكون معالج نفسي أو اختصاصي نفسي. فهون بيجي دور الاختصاصي للتعامل مع المشكلة الراهنة. هلأ في يعني مدارس، وهون بيجي عاد حسب المدرسة العلاجية، في مدارس علاجية بتركز على الحاضر وتركز على الشيء اللي عم يعاني منه الشخص الآن، وبالتالي بيتم التعامل مع الأعراض بناء على الصورة الحالية السببية الموجودة. في بعض المدارس العلاجية لا، بتروح باتجاه الماضي، بتروح باتجاه الطفولة وكيف يمكن التعامل مع الصدمات خلينا نقول أو الخبرات اللي عاشها هذا الطفل، وبالتالي تخفيف أثر هذه الخبرات والصدمات على الطفل في الحاضر، على هذا المريض اللي عم يراجعنا الآن واللي تعرض له في الماضي. فالأمر مرتبط بطبيعة المدرسة العلاجية وحتى بطبيعة الأعراض اللي عم يعاني منها المريض الآن. جميل جدا، يعني إذن هذه المرحلة ستكون حتما موضوع العودة إلى الماضي في حال ستكون بإشراف طبيب ومختص، في حال لم ينجح الإنسان في تجاوز القلق من خلال النصائح التي تفضلت بها. أحد المعلقين عم يسأل على الفيسبوك عم يقول أنا دائما تأتي لنفسي نوبات من القلق أو الخوف، لا أدري ما هو السبب. هذه حالات ربما الهلع يقال لها نوبة هلع، أو يعني هل وليس لها سبب، متى يجب أن أشعر بالقلق تجاهها وضرورة استشارة الطبيب؟ نعم، عموما إذا كان عم يحكي عن نوبات الهلع اللي هي نوبات فيها أعراض جسدية واضحة وقوية مع أعراض نفسية مصاحبة اللي هو القلق الشديد أو الخوف من الموت أو الإحساس بأن الموت قريب، فإذا كان هذا الشخص عم يعاني من هذه النوبات وكانت مؤثرة ومتداخلة في حياته بتأثير واضح، وكانت النوبات شديدة جدا أو لدرجة أنه دائما يفكر في النوبات، فهو بحاجة إلى استشارة طبيب أو اختصاصي نفسي. وهون بيكون العلاج إما علاج دوائي أو علاج بالجلسات العلاج النفسي، المعرفة السلوكي أو غيره من أنواع العلاجات النفسية. وطبعا اضطراب الهلع هو أحد اضطرابات القلق.
دكتور، سؤالي الأخير والكلام شيق حقيقة، وفعلا يعني من خلال ما تتفضل به يشعر الإنسان أن كثير من الأشخاص حولنا يعانون من مشاكل من هذا النوع، يعني بدرجات متفاوتة، ربما أيضا الوضع الستريس الذي نعيش فيه. سؤال أخير، ماذا يحدث عندما يهمل الإنسان نفسه؟ يعني أنت ذكرت بعد 6 أشهر من استمرار هذه الحالة وتأثيرها على نشاط الإنسان، يجب أن أبحث عن الأسئلة والإجابات وأذهب إلى مختص. إذا استمر الإنسان بمقاومة عقيمة إن صحت التسمية، إلى أين يمكن أن يصل بدون أي تداخل؟ عموماً مثل ما مثل ما نحن لما الإنسان بيعاني من اضطراب بدني، لنفترض الإنسان عنده ارتفاع بالتوتر الشرياني، ارتفاع في الضغط، عنده ارتفاع في أرقام السكر، داء السكري، الله يحفظكم جميعاً وأحبابكم. إذا كان في عنا أي اضطراب بدني بيعاني منه الإنسان، فتراكم، فعدم مراجعة الطبيب، عدم القيام بالإجراءات الطبية، عدم اتباع الحمية، هذا كله رح يعمل تعب جسدي، وبالتالي ممكن يوصل لمرحلة يحتاج فيها إلى تداخل أكبر من التداخلات البسيطة اللي هي الالتزام بالدواء والحمية، قد يحتاج إلى شيء أكبر من هيك. فالعمل الموضوع النفسي هو مشبه يشابه ما نشاهده في الحالة العضوية، بمعنى لما بتصير في تراكم للضغوط النفسية وأنا ما بتعامل معها بطريقة مناسبة، ما بهتم بصحتي النفسية، هذا الشيء ممكن يوصلني لأنه يصير عندي اكتئاب أو قلق. وإذا صار عندي اكتئاب أو قلق واستمر لفترة من الزمن وأنا ما انتبهت لهذا الموضوع، ما ذهبت باتجاه العلاج، ما اهتميت بصحتي النفسية، فهذا الأمر رح ينعكس علي أولا بزيادة شدة الأعراض النفسية اللي أنا عم عاني منها، وبالتالي معاناة نفسية داخلية ومعاناة حتى ممكن تعاني الأسرة معي من هذه الأعراض اللي أنا عم عاني منها، وتأثير على حياتي الشخصية، تأثير على إنجاز الشخص، تأثير على أداء الوظيفة، تأثير على أداء المدرسة إذا كنت طالب، تأثير على دوري الاجتماعي كأب كزوج كمسؤول عن منزل إذا كنت، حتى تأثير على صلة بالله سبحانه وتعالى وعباداته. فعدم الانتباه لهذا الموضوع وعدم أخذه بعين الاعتبار وعدم رعاية النفس وقيام ومتابعته من أجل تحسين الاهتمام بالصحة النفسية رح ينعكس على كل هدول إذا استمر الوضع، ونسأل الله العافية للجميع. دكتور إسماعيل، أشكرك جدا، ويا رب الله يبعد القلق والتوتر وكل هذه الأمراض كما ذكرت النفسية والجسدية عن كل من يسمعنا. إضاءات كتير مهمة دكتور، وإن شاء الله فعلا الناس توعى إلى أن هذه الأمور كما هي الأمور أو الأمراض والأعراض الجسدية لا يمكن أن يتهاون الإنسان معها. صباحك مسك برعاية منظفات الوزير. منظفات الوزير، خيارك المفضل.